قاعد في حوار مع اللاعبين ويعطي إشارة تنفيذ. تنفذ الكرة وافتتاح النتيجة للنجم الرياضي بالمتلوي. حكم يعطي الإشارة على التنفيذ، ثم رأسية من خلف الأولى أسبقية الترجي الرياضي التونسي منذ دقيقة 43 في إمضاء الجزائر. عبد القادر بدران تمشي للكرة، ثم علاء الدين البوسيني وحطم علي جديد لصالح حل مستقبل يدخل بوسليم. بوسليم ياخذ الكره ذلك الترجي الرياضي التونسي، كره في وسط الدفاع. هذه عمليه خطيره ولا شبيك الحارس المرمى مروان ابراهيم. كيف قلنا هذه كرة خطيرة لفريق الملعب التونسي داخل منطقة الجزاء. التمهيد التسديد تضرب في الدفاع، كاد يسجل الملعب التونسي. محمد أمين زغادة يطول الكرة في اتجاه ياسين الشماخي. الشماخي سيرو كومباوري والتدخل من علاء الدين البوسليم. فادع تمشي الكرة في اتجاه جهة اليسرى عن طريق رائد الفتح. دعوا التوزيع ممتازة جدا. نذكر دائما تقدم النجم الرياضي بالمتلوي على الفريق هدف دون مخالفه. والعامر شوشان تنفذ المخالفه عن طريق غازي لحسامي. محمد علي موسم وصاب الشريطيه يوزع ثم على الدين المسلمي على الملعب التونسي يبحث على الطرق المؤديه حاول يفك شفرة دفاع الفريق نجم المناجم. محمد أمين زغادة إلى محور الدفاع إلى جانب سامي الهمامي مع بقار رودريك كوسي على بنك البدلاء. دخول عزيز القاسمي على الرواق اليمين والنجم الرياضي بالمتلوي تقطع الكرة من قائد الفريق حمد القطيفي. الزيارة الرسمية غايبة سلمونجي في ملعب الهادي الناي، وطبعا نحن في انتظار. يلعب كرة طويلة في اتجاه من؟ في اتجاه أبو بكر ديارة بالراس، ترجع كرة إلى مالك البرعابي ياخذ كرة ثانية. مقابلة الكأس قلنا انتهت بالتقدم من أيمن المثلوثي، ويعود كذلك اللاعب النجم الساحلي صالح الحربي على ما يبدو لي بشير كونترول يعني من اللاعب ياسين حمدو. الشيب الامامي يدير الكره في اتجاه جراس شواط، راح يصيد على الدين البوسليمي اصبح من جراس شواط الطرف الاول. ترجع الكره من علي شمال طويله تتعب المخالفه لصالح النادي الافريقي وتخلط الكره تسديد والدفاع ممتاز من علاء الدين البوسليمي. تسديده كانت من Thank you.
اخر على مستوى النتيجة. ارجع لكرة طويلة، الكرة الى المهاجم سيدريك عند اللاعب شمس الدين نغير، ثم على الدين البوسليمي. بوسليمي يلعب كرة في الزيد بصفيرة الحكم وليد الجريدي. اللقاء السابع في بطولة هذا الموسم بالنسبة لحكم المباراة والبداية. متلوي على البوسليمي من المحور في دفاع محور فريق نجم المتلوي. كرة واحدة اثنين طيبة لعملية زيد البركوش تمشي أو قاعد يقدم في مباريات ممتازة. كرة طويلة في اتجاه سيدريك عالية لحد الآن. أبناء سليمان حقه المطلوب في هذه المباراة، ما زال الوقت، ما زال الإمكان لأبناء المتلوي. أبناء المتلوي إلى حارس المرمى أشرف كريم على أمين المسلمين. ريتارد ليتي، ثم علاء الدين البوسليمي يرفع الكرة على زميل فؤاد التيمومي. كرات من البوسليمي يبدأ نستناو انه النسق بشير ارتفع الا ويعاود يرجع وينخفض الدرجة من اجل هدف التعادل. علاء البوسليمي بتمريرة ممتازة يخرج الحكيمي وجه لوجه مع الحارس، لكنه يفشل في الترويل والحزقي يدخل. النادي الافريقي موجود في المرتبة العاشرة برصيد 5 نقاط بعد انتصار زوز تعادلات وكان تعادل. على الكره لصالح النجم الرياضي بالمتلوي امتار غزيره تنزل الان على ملعب ابو علي الحوار بحباب سوس 7. محمد جمعه خليل تتنفذ ضربه الجم مخالفه راسين من علاء الدين البوسليمي. 20 ياسين مجدي ورقم 9 سجلوه. بو 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 هذه تشكيله النجم الرياضي بالمتلوي في هذا اللقاء. جديد لنجم المتلوي تقريبا على الدوري 30 على تم السته طويله مع صعود لعلاء البوسليمي يسعى فوق الجبهه في رحله التنس. زياد البركوش عن طريق تخاصة تتنف في المستوى القمعي صعود لعلاء الدين بوسليمي واس دي واي جي يستعد للتنفيذ. التيمومي كرة تخت الجزاء بالراس البوسليمي سيدريك ابو جو